السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني يا شباب. النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله باذن الله. ننزل نعمل كويس باذن الله. احنا معانا الحامتين قدام يا رجاله، هنصور لكم برضه حام ان شاء الله. يلا بينا نلحق بقى التقرير. السوق زحمه او يلا بينا. جبنا لكم بقى اول السوق يا شباب، بنجيب لكم حامتين. عامل ايه يا شيخ؟ الله يخليك. في حلوس هنا يا شباب اهو، تمام. في انجلايزة وفي صفرورة وفي كول ان شاء الله. حامتين بس بسم الله ما شاء الله. حامتين. في شوية زغاليل هنا، بوازات. الزغاليل ده اسعارها يا شيخ؟ ماشي. البوازات عاملة كام؟ 140 جنيه البوازة، 140 جنيه. مش عايزين نتقل على الناس، نهار كله رزق صح. في حامتين هنا برضو، في سيحان ايه استرالات سيحان. شوية حام كويسين يا شباب اهو، زي ما انتم شايفين بالسوق. تعال بقى نتمشى كده رجالة، هنجيب لكم ان شاء الله باذن الله حامتين كويسين. استنونا يلا بينا. بصوا رجالة ما شاء الله، في حامتين هنا يعني استراليات كويسين. المساويد هم، المساويد دول يعملوا كام؟ المساويد ربنا يراضيك. انا قص فيهم. هم قصين؟ اه. طب القص يعمل كام؟ 500. 500؟ اي قص في الاثنين ولا في حاجه ثانيه؟ لا 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 ما شاء الله ما شاء الله. في قص متربين اهم، ربنا يوسع عليك يا غالي. وفي انجليزه ما شاء الله عليهم. كم الانجليزه؟ 300. 300 جنيه. ده حامتين زي ما انتم شايفين يا رجاله. ما تنسوش بقى اللايك يا رجاله. بسم الله ما شاء الله حبيبي. اه انت الطارق ده، انا سمعت الطارق. انت الشيخ شملاه ده عامل ايه؟ الواد من فاتك. كام؟ الشيخ شملاه 200 جنيه. الشيخ شملاه 200 جنيه. بص كده، بص السوق. السوق عامل ازاي؟ لكم برضه حامتين يا رجاله. كل مره استنى. عامل ايه؟ اخبارك يا شباب؟ ايه الحلوات؟ الاسكندراني ده عامل كام؟ 100. عامل 100 جنيه يا رجاله ما شاء الله. والعنبري ده، عنبري شلباص 50 جنيه. عنبري شلباص حلو. نهاركو كله رزق، تطلع بقى في الفيديو. بسم الله ما شاء الله. في حامتين صباح الفل. بتاعي الحمرا دي ها بكام القص؟ ابو مجد. اه امين. كام يا غالي؟ الذكر حلو اهو، اتعظم كويس ما شاء الله. 400 النهارده ان شاء الله. لا دخله خلاص. 400 جنيه. وفي قص زراعي فاهم، في قص رومي اهو يا شباب. بتاعنا بروكوشن. اجيب لكم برضه حامتين زي ما انتم شايفين اهو. اجيب لكم معانا رجاله. وفي الزراعي واد الحامتين بقى بتوعنا رجاله. في ناس من القناه، ناس محترمه جدا جدا جدا، انا بحييهم وبحترمهم جدا. جم خدوا حام والله، وعملنا معاهم واجب رجاله. في كام قص لسه موجودين هم، تمام. جنب عم عادل، انا احنا واقفين جنب عم عادل. طبعك حبيبي حبيبي يا عم عادل. صباح الفل. السلام عليكم. انت هت ايه؟ واحدة يا باشا. قوم بقى طلع لنا الزغاليل دي. طلع عبود، طلع عبود. عنده عربيشات ايه؟ بيتنطط دول عجوز ولا ايه؟ ايه؟ بيطلع ولا يتنطط؟ لا يتنططوا دول. طب العربيش ده لوحده ها؟ اه. بكام؟ هيروح عبود. عامل 150؟ اه. والنتاق البلقة دي؟ طلع انت يا رجالة. والعبس دوت ايه؟ ذكر؟ اه كويس. ما شاء الله. بيضرب لك الاسعار. طلع بس الحته الصفيه دي. طلع الجايه دي. لا هاتوا هاتوا. طلعها طلعها. هاتوا هنديله ارض كهرباء. تجيبه بقى. ريال الزرقاء. ريال. بسم الله ما شاء الله. بكام؟ 400؟
ولا يشري بنادي. يابا 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 في يشري بنادي حلوين. طلعها مع معجوز مالكش دعوه بسعره، هو قلب اربعه. احنا مع الزبون بثلاثه. احنا مع اهو شفت الراجل اهو ب 300 جنيه يعني برضو. بص زغلولين بسم الله ما شاء الله. نقول بابا بكام عجوز؟ وللقناة وللناس وللزبون. هم اتعاملوا هم اتعاملوا اتعاملوا هم حاجة حلوة ما شاء الله. امنع عليهم ليه ما يلعبوش؟ ليه 700 جنيه ما شاء الله. في حاجة تاني؟ في قص بقى سن بقى بس مش بعيد مسويين. في زرع عطيفة وزرع عطيفة دول. ماشي الفندق الله اكبر. بدبلك ها؟ ليه بقى يا رجاله؟ يابا رن عليا. يابا احنا بيوت احنا ما بنشتريش، بنطلع فرد الحمام. واخد بالك انت تجرب تبقى فرد الحمام دي ايه؟ دي حاجه، ثاني حاجه ما بنعملش ده اللي هم بيعملوه، يحلف لك بالله اللي هو ايه فرقه هو ما اعرفش اصلا. ها؟ ايوه. واحد ولا غلط؟ ده بند واحد، بند اثنين احنا نشيشه. طبعا مش كلفين عند حد وعلى قديم. ما انا بقول لك وعلى مش كلفين عند حد. الكلام ده على مين يعني؟ على بقى اللي يعرف بقى نفسه. لا مش عندي بقى يا عم عادل. اللي يشرب بنادق بكام؟ واحد بيجي لي كده واحد. طب ما هو ما تقولوش عندي. لا عندك انت. بيجي يقول لي ايه؟ انا بشوف على قناه ابو مجدي بناخد حمام بيدينا حمام. ربنا يوسع عليك. القشر بناي بكام؟ دول عاملين 1000 جنيه. احنا بنتكلم على ايه؟ الحمامه اللي هي ايه موجود عندنا. طب قول للناس 1000 جنيه ليه؟ طلع النبي على الصلاه والسلام. قال لي بكده بس. يا النتا كويسه. نتاله كمان لسه بتقلش ولسه صغاره. لسه بتهدر بس صغيره. ودي حمرا مش دكر. انا ما قلتش دكر. لا ما انا بقول لك دي انت يا رجال. دي انت كم عجوز؟ انت اللي هتقول سعرها كام؟ 400 جنيه. 400 جنيه العدد. ربنا يبارك يا عم عادل. عشان ايه؟ 400 جنيه عشان بترضع. تعال نخش بقى نجيب لكم حاجتين. صباح الفل يا باشا. عامل ايه؟ فين مدحت؟ يا مدحت حمتين مدحت دول يا رجاله. خش على المعلم قاعد عنده بولو اسود. خد خد يا احمد. ده تشيب لي الدباير طلع يبقى خد يا مدحت. جيب لكم اسعار الحامتين دول يا شباب. صباح الجمال يا مدحت. عامل ايه يا حبيب؟ لنا اسعار الحامتين دول. القص ب 600 جنيه بدل 1200 جنيه. القص ب 600 جنيه يعني الخضر ب 600. الخضر ب 600 جنيه. اللي في السوق ب 600 جنيه. اسعار مش هتتعوض تاني في الاسواق. القص اللي ما اشتغلش بتاعنا حبيبي. والمساويد؟ المساويد 600 جنيه. حق النتال وحدها ابو مجدي بعد احترام ليك. الله اكبر. حرمتين ده تاني فرخ ليك. لا عليها خرجت عظم ما شاء الله. في عنده شويه قطاطا حلوين اهم ما شاء الله. قطاطا من ممنوعات. كام القص يا مات؟ القص ب 1000 جنيه. القص ب 1000 ده بنو 2000 ببيعه ب 1000 ما شاء الله. الحمر احمر ده كان لوحده؟ ده كان لوحده. ده الاحمر عامل 400. 400 بدل 700 جنيه والله تمام. النتال يشرب من دوري؟ دي عامله 500. 500 جنيه القطاطا حلوين قوي يا شباب. ودي التربيه بتاع الرجاله اللي بيقرفونا جنبينا. لا سيبك منها بقى. الحته ب 30 40 ماشي. ماشي. رقم تليفونك يا مدحت؟ 011 25 26 15 76. بص يا رجاله انا ما باخدش رقم تليفون اي حد من السوق. الناس المعتمده بس. الحمام ما اشتغلش بعد سنه بتاعنا. ربنا يوسع عليك. تعالوا خش قدام كده يا رجاله. اقول لكم برده حامتين كويسين. والحمر ايه؟ الحمر برده. هم اللي الناس طلبوهم وما جوش خدوه. قول اسعارهم تاني يا مدحت. قص عامل 1000 جنيه يا ابن عم فهد. حلو ما شاء الله. قص ب 1000 جنيه ابو مجدي حق الذكر لوحده. ذكر اهو بعد احترامي ليك. ذكر ثمنه 1000 جنيه هو وانتايته ب 1000 جنيه بس. ذكر اهو. وادي انتايته اهي. الله اكبر. القص اللي تحت ده بكام؟
دول عاملين 400 ابو مجد. 400 الرومي ده رجاله ما شاء الله. وريني بنتها كده. والكتاف دي بكام؟ الكتاف القص عامل 500 بجنيه. فما قلتش ليه الراجل كان عايز قص والله. في 15 قص موجودين لو حد عايز. العنابره بكام؟ القص ب 1000 جنيه ابو مجد. قص ب 1000 بطر وانتقوا معاه التلتين. مش محتاجين كلام. بسم الله ما شاء الله. وادي النتائج الثانيه. انا بس عشان قلشة برضو في وشها مكشوف. ايوه حبيبي يا مدحت. السحن دي بكام؟ القص ب 400. القص ب 400 جنيه من السحن. الصوفات اهو. طب قول لي على الصوفات دول. دول دكرين. دكرين؟ اه. الدكر ده بكام؟ اللي بيقلش ده؟ عامل 1200. 1200 وده؟ لا دي النتاية الدكر التاني هناك. يعني ده دي عاملة 1000 جنيه ومعاك. يعني دي نتاية؟ اه. عاملة 1000 جنيه. ده دكر لسه شاب عيل صغير. دي نتاية. قص القشر بنادق؟ القشر بنادق قص؟ أنا الولد يا كام يا مدحت القص؟ 2000 جنيه يا رجالة، الدكر جامد. شكرا يا مدحت. واد انت خضرة يا شباب. الجو حر قوي النهارده. واد انت في الشباب هنا ما شاء الله. شرب نادي. فهمتني يا الله وقت صحيح عندي اخبار. بسم الله ما شاء الله. نجيب لكم حمتين، في حمتين بنفسجيات قدامي نجيبه لكم. بس الشباب عايز اقول لحضراتكم على حاجه، يعني انا والله العظيم بتعب جدا جدا في السوق عشان اوريكم الحاجه اللي انتم بتحبوها، بس التفاعل على القناه بقى ضعيف جدا. التفاعل على القناه عايز اقول لك بقى ضعيف جدا جدا. يعني بسم الله ما شاء الله. دي شرب نادي كل السوق. شو انجليز هنا بقى في كل حم سود. هنجيب لكم برده حمتين هنا. خليكم معانا يا رجاله بقى. هنجيب لكم برده ايه. السلام عليكم. بس اهو يابا الحاج عامل ايه؟ عامل ايه اخبارك؟ القص العبايسه بكام؟ حبيبي اه بكام؟ ب 400؟ والعربجات؟ في عندي عربجات حلوه يا رجاله. القص العبايسه ب 400 جنيه عبايسه مصريه دي. والعربجات في الكشايكه اير. عنده حمام مميز، يعني مميز في الكشايكه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. حمتين حمتين. انت اهم حاجه، اهم حاجه صورك. انت عالم حبيبي. كل سنه وانت مجدي يا حبيبي يا غالي. نهارك ابيض حبيبي. السلام عليكم يا ابو شادي. عامل يا غالي يا باشا؟ ايه اخبار حبيبي؟ يا الله يخليك. صباح الخير. اه نازل متاخر. لا نجيب لكم حمتين عند ابو شادي يا رجاله. خليكم معانا. بصوا بقى يا رجاله عند الدكتوره. الحته بكام؟ واحده ب 50 كيلو. 50 جنيه الحته. من المطريه. بسم الله ما شاء الله. تهاوت ده يا رجاله. وفي حمتين برضو كويسين تمام. وفي هنا حمتين برضو ب 50 دول بكام؟ تحضين ب 50. ودول التحضين ما شاء الله ما شاء الله. نهارك كله رزق يا دكتور حبيبي. استنونا يا رجاله هنفصل كده ونرجع لكم تاني. قلنا لكم تاني يا رجاله كان ابو شاده معاه زباين وما زال معاه زباين. بس قبل ما الحمتين يتباعوا هنوريكم المساويل. المساويل بكام يا ابو شادي؟ المساويل بكام يا ابو شادي؟
بالـ300 قبل ما يتباعوا بس هناخدهم. في عربة شبر بـ300 جنيه. هتعيبك مش هادي طلع علينا الحمام. بسم الله ما شاء الله. مسعود بـ300 يا رجالة. ليكوا معانا. بص حمتين في قطاطة في حمر في شربنادق جوه المسعود هناك اهي. خد يا عروس. تمام. خد الحمر وفي قطاطة. اصبروا بس خليكم معانا يا رجالة. المسعود اهي يا شباب. بص يا رجالة. العربة جنب كام؟ 300 ومسويت ب300. ليه والعبايسه دول ولا مسويت دول؟ في سود ايه؟ السود بكام؟ 250. وفي جلايزه في حلايبه ان شاء الله. الاربعه اللي انجلايزه ب300 مع بعض. وادي اتنين حلايبه، واحد اكوال واحد احمر. حلبيات وجلايزر 150. السود ب250. السود ب250 ان شاء الله. ماشي يا شادي. العبس ده طلع علينا دول يا لؤي. جعفري ده طلعه والمسود ده طلعه. زغلول لوحده صغير بس. الجعفري عندي ده حاجة ميدالية بكام ده؟ 150. حاجة لعبة. بسم الله ما شاء الله. المساويد دي؟ لا طلعهم طلعهم. ده لسه بالصوف الصف. ارمي عندك كده يا شاهد. بكام المساويد دي؟ 350. ماشي يا رجالة. رجع على ابو شادي تاني يا رجالة. نشري بنادق دول اطلعوا. بكام الحم؟ ماشي. بص في شري بنادق هنا وفي قطاطا. طلع لنا حمتين دول يا بشاد. معلش ارخم عليه. عايز براحتكم براحتكم خالص. ان شاء الله. حاطين هنا برضه نشوفهم. معلش هنطول مع ابو شادي شويه عشان عنده شويه زغاليل حلوين. السود ماشي ماشي. والحمر بكام؟ كم؟ الحمر بسم الله ما شاء الله. بكام السود؟ 300. عظمهم حلو قوي. ماشي. خلى عمك ابو مجدي يطلعك على القناه. اتصور اتصور. حبيبي ربنا يخليهولك. بكام الحمر؟ لا 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 طلع على القناه. ما شاء الله. ماشي يا شيخ. ماشي نزلهم على طب. واللي عندك دول يا بشاد؟ بيطيروا كلهم. كلهم بيطيروا؟ اه. خدرو. على قد ما تقدر. ماشي. ما شاء الله. كام الاخضر؟ الاخضر 150. 150 والسود 300 والمساويد 300. وادي الشربنادي. كامل الشربنادي. كام يا حبيبي؟ 300. ماشي يا ابو شاد. معلش انا بتعبك يا حبيبي. القطاطا بتطلع ولا لا؟ لا لا ما بتطلعوش. بكام؟ 3.5. بسم الله ما شاء الله. ماشي حبيبي.
رقم تليفونك ده بشار كله قطر تليفون 0100 هلا نابوي 149-69-65 ماركو كله رفع علي غلط ولا ايه؟ فين علي يا محمد؟ لا بقول له عيد تاني عادي عيد تاني حبيبي عيد التليفون ايوه عشان في ناس فعلا بت 0100-149-69-65 ماركو عبد هتمشي كده رجاله لكم معانا طلعوا يابا طلعوا حبيبي يا رب يا هنا خليكم معانا الشباب السلام عليكم شوفوا السود قص السود بكام 1000 جنيه ما شاء الله هتعبك معاه معلش الحمر 400 فين قص بنايده بنايده بكام 400 عارف كل رزق مش كده يا باشا يا عالم صفر ورا لسه الراجل منزل حمتينهم قول لنا بقى صار حمتين دول في صفر ورا عامل كامل ما ينزل بس الحمى نوريكم حمامتين في نيش هو الحمى دين ما شاء الله كامل يشرب انا دي جوه حتة 500 حتة 500 على القص بألف والله هما ده قارئ 200 ما شاء الله حبيبي حبيبي يا عالمي عامل ايه حبيبي يا اخويا ما شاء الله الحمر بكام مغزى يا شيخ الحمر عاملين كام؟ 2.5 والمساويب بقى دول 400 ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دول بوازات يا رجاله خليكم معانا هنخش عند وصف السلام عليكم حبيبي عم وصفي حبيبي اجيلك عامل ايه؟ الباب عشان اشوفك كده حبيبي ربنا يديك الصحة عامل ايه؟ عامل ايه يا عم وصفي؟ ايه اخبارك؟ انا ابو احمد الهرم حبيبي يا ابو احمد اه ابو احمد الهرم ايوه صح كده؟ صح كده حبيبي. من اول انت ما نزلت انا بحب اشجع الناس اساسا ربنا يديك الصحة هتلاقيني اقول لك ايه؟ ربنا يديك الصحة ايوه كل تعليم صح كده؟ فعلا ربنا يديك الصحة حبيبي صافي واسمع ان شاء الله الله ينور عليك لا قصيت جناحات راجل محترم جدا جدا ابو احمد الهرم بيشجع الناس وبيدعم الناس كلها بسم الله ما شاء الله في هنا هزازات اكتاف في حمتين كويسين في شويه زغاليل ايات ما شاء الله السلام عليكم السكروت ده لوحده مش هتقول اسعار حمتين برضه تعبانين يلا خليكم معانا بصوا عامل ازاي خليكم معانا شباب هنرجع لكم تاني شباب في شويه زغاليل مساويد هنا هم في روحنا ان شاء الله يا حبيبي هتطلع لنا شويه زغاليل دول بتوع ايه يا غالي عامل ايه الزغاليل دي تطلع ولا ربنا يخليك لا بصورهم ربنا يخليك المساويد بكام 300 وفي روحنا هنا بكام روحنا 200 ما شاء الله نهارك كله ارتاح بسم الله ما شاء الله لو في حاجه العنبره دول بكام الزغلول لوحده ده بقول لك ايه الزغلول ده عامل كام يا عبد انت لسه مزغلول الشلبات فهمتين كويسين تعال نخش قدام كده يا حبيبي حاجه يقول لك تعال نخش هنا بقى رجاله نجيب لكم برده ايه شويه حمام مش هصور كم زلوين عاملين كام؟ ايه اخبارك؟ ايه؟ لا عادي هتمشي شويه زغاليل ما شاء الله عليك عامل ايه؟ انت اخبارك؟ الحمد لله بركة الحمد لله في اسود ابن عطاطا باين عليهم دول اخوات في شويه زغاليل هنا برضه سعر ان شاء الله القص بكام الكشايك ده؟ نعم حبيبي القص من البنايده دول القص عامل 1000 جنيه وقص عامل 2000 بتاع واحد ان شاء الله بس العشه اللي كانت اتصلت دي ما شاء الله عليها الله اكبر الله اكبر عليها شفتها دي الزواج اللي هي رجاله الزواج نعم
ماشي ابو تمام ظلولين مساويين دي كل السوق ده رجاله مش عايزين نطول عليكم الفيديو السوق النهارده زحمه وفي رجل عن الاول بس اهوت وكده يكون خلصنا تقرير السوق يا شباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.